السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياد بدر. راح نحاول نيجي نكمل عمل الشخصية تبعتنا. احنا عملنا الشخصية، بدنا نيجي نحط عليها العظام في الدرس هذا، والدرس اللي بعدين ان شاء الله بنحرك العظام ونحرك الشخصية تبعتنا. نيجي نحط العظام، اختار نافذة مناسبة، تهيأ لي رايت كويسة، وراح نيجي على Alt X على مع الشخصية تبعتي ونخليها شفافة. نيجي على العظام، بتهيأ لي المنطقة هذه، خليني نيجي هاي عظمة، هاي كمان واحدة هان، هاي هنا، وعلى نهاية القدم بالضبط، ونوقف. نيجي اطلع من النوافذ الثانية، اشوف وضع العظمة اللي عندي او العظام اللي انا حطيتها، هل هي مناسبة ولا لا. حطها في المكان المناسب في البداية. بتهيألي انا عايز اعمل ميلان خفيف، انا اجيب خاصية السناب واجي اعمل روتيشن خفيف هيك كويس، بس يمكن العظمة هذه عايز ارفعها لفوق شوية. انا العظمة هذه، فراح اجي على انيميشن بون تول بون اديت مود، وارفع العظمة هذه شوية لفوق، تيالي هيك مناسب. نيجي على البرسبكتيف ونلقي لنا نظرة حواليها. انا عايز بس هنا اخلي العظمة على نهاية القدم، انا اللي فلتحت انا عايزها تبقى على النهاية بالضبط. اعلم على العظمة واجي على البون، هذه كويسة. انا عايز امسك العظمة هذه وانزلها تقريبا زي هيك، خليها بهيك شكل. هيك ماشي الوضع. اجي انا احط العظام اللي عشان يتحكم في منطقة القدم من هنا، عايز احط الاي كي في البداية. اعلم اعمل هذا فريز، هاي فريز سيليكشن، نعلم على العظمة هذه وانيميشن اي كي اي كي سولفر، واربط العظمة هذه مع بداية القدم، يعني انط عظمة في النص، هيعمل لي اي كي. وطبعا احنا تعودنا على هذه الاي كي، نيجي نحرك مبينة معي حركة القدم جاهزة، فيش مشاكل عندي. طيب انا عايز كمان احط هنا في المفصل هان اي كي، وفي المفصل هان اي كي، الثلاثة اي كي هدول راح اربطهم في عظام، راح احطهم كمان شوية. خلينا نيجي نعلم على العظمة هذه انيميشن اي كي اي كي سولفر، ونكرر نفس العملية. هان صرت انا حاطط ثلاثة اي كي، كل اي كي بتتحكم لي في مفصل، كل اي كي بتتحكم لي في مفصل. راح امسك اجي عن هنا نحط عظام من طرف القدم من هنا، راح احط هاي عظمه وتيجي على المفصل هان بالضبط، وراح ارجع على المفصل اللي انا كنت عليه وعلى المفصل هذا. هي انا هيك حطيت ثلاث عظام، والعظمه الاخيره كانسر راح يحط لي الان تبعتها. اللي انا عايز اعمله انا راح اربط كل عظم من العظام اللي حطيتها انا في اي كي، نيجي نحطهم بالضبط، نخليهم متداخلات. يمكن لو اخفيت الجسم عندي اريح لي في الشغل. ونيجي انا عايز العظام هدول بس اعرفهم بالضبط. طيب في البداية أنا عايز أربط الأي كي هذه في العظمة اللي هنا، الأي كي في العظمة اللي على الطرف. طيب بعدين أنا عايز أربط، أتأكد بس، عايز أربط الأي كي هذه في العظمة اللي هنا الجديدة اللي أنا حطيتها. برضو أتأكد كمان مرة للعظمة الثالثة عشان هم متداخلات مع بعضهم، هي العظمة هذه. راح أربط الأي كي اللي هنا مع العظمة هذه. نيجي نشوف، اول في البداية نيجي على التحريك، نمسك العظمة المركزية هذه ونرفعها
لقينا انه تحركت القدم كلها فيها. ليه؟ لانه العظمه هذه ابو للثلاث عظام الرئيسيه اللي تو حطيتهم، والثلاث عظام كل عظمه مربوطه باي كي، وبالتالي انا لما اجي احرك هذه راح يتحرك العظمتين اللي معها هنا او الثلاث عظام مع النهايه هذه، وكل عظمه راح تحرك الاي كي كاني انا بحرك الثلاث اي كي وبرفعهم مع بعض، وراح ترفع الاجي طبيعي لان انا قاعد بحرك الثلاث اي كي المسيطرات على القدم. طيب عايز اعمل كمان شغله، لو انا عملت دوران هلاحظ ان القدم بتلف والزاوية مركز الدوران عندي هنا، هذه الزاوية هي مركز الدوران، هذا أمر طبيعي هيك بصير في الطبيعي عند الإنسان منطقة طرف القدم. ولو أنا جيت من هنا هذه تانية الإجر هو تمشي تانية المشط، وهذه تانية أطراف الأصابع إذا أنا عايز أطراف الأصابع. أوكي أنا عايز أعمل تسجيل للشغل تبعي هذا، خلينا أجيب سايكل سيركل هنا هاي سيركل، ومن نفس التوب ملي سيركل كونفيرت تولت بالاسبلاين، وامسك النقاط والعب فيهم شوية عشان احس انه الجسم اللي قدامي بيشبه القدم، اعطيه احساس انه بيشبه القدم. حاجة زي هيك. طيب تهيألي مناسب. هذا القدم أو هذا السيركل راح تتحكم لي في القدم كلها. أنا عملية مش راح أمسك ولا عظمة في شغل إن شاء الله، راح أمسك هيلبر أو شيبس يعني خطوط، راح امسك العظمة المركزية هذه اللي بتحكم في القدم وراح اخليها بنت او ابن للسيركل، وبالتالي انا لما امسك السيركل اللي عندي تعال حرك، هي السيركل بكل بساطة حركت العظمة هذه، والعظمة هذه حركت الثلاثة اي كي فتحركت القدم كله. طيب انا ايش انا عايز؟ انا عايز اعمل تسجيل. قبل التسجيل خليني اعمل نسخة من القدم هذه، شفت هاي نسخة تانية كوبي، وتيالي انا عايز اعملها سيمتري. اوكي راح اضبطها كمان شوية بس خليني اعمل تسجيل القدم هذه، او اقول لك خليها هذه العظمة نحطها في مكانها صح. هات نشوف نظهر الجسم تبعي، ونيجي على القدم الثانية ونحط لها العظام. اوكي بتهيألي هيك مناسب. اخفل الجسم تبعي وراح اجي اعمل عملية تسجيل. اوكي القدم هذا فيش فيها مشاكل، سيركل 2 سيركل 1 فيش فيها مشاكل. نيجي على التسجيل، عايز اضيف هنا باراميتر خاص فيه. لو جينا على الخصائص تبع الجسم تبعي السيركل راح الاقي فيه عندي مجموعه من الخصائص، راح اضيف حاجه اسمها اتريبيوت هولدر، موديفاير اسمه اتريبيوت هولدر. هذا وظيفته ان انا كل باراميتر بدي احطها راح تنحط داخله، بس عباره عن وعاء بحط عليه الباراميتر تبعتي. راح اجي على انيميشن باراميتر اديتور، وراح انا اخذ الخيار الثاني اللي هو الجسم اللي انا معلم عليه او المودفار اللي انا معلم عليه، عايزك تضيف لي اياه داخله، وراح اجي اقول القيمه عندي من سالب 10 اللي هي راح تبقى الاجر راجع لورا على الاخير، لا 10 راح تكون الاجر يعني مقصوع على قدام كثير، والقيمه الابتدائيه 0 اللي هي الحاله الطبيعيه اللي احنا عليها، ونخير اسمه لفوت كنترولر. اوكي اد، راح نلاحظ ان ضافت عندي، واجي اتاكد من القيم تبعتها هي من سالب 10 ل 10 والقيمه الديفولت 0. نبلش عمليه التسجيل. قبل ما اعمل تسجيل راح اجي افحص محاور الدوران تبعتي، جيمبل اعود اتاكد جيمبل قلبت، خلينا نشوف
عندي العظمة المركزية راح أعملها دوران على محور الواي لونه أخضر واضح، بعدين على محور الزد، وهذا راح أعملها محور دوران على محور الزد. إذا عظمتين على محور الزد والعظمة الأولانية أو الأبو على محور الواي. نيجي أنيميشن رياكشن مانجر، هذول الأشياء موجودة من أول. طيب نيجي نضيف الماستر عندنا، هي الماستر اللي هي السيركل وهن. انا عايز الخصائص تبعتها اتريبيوت هولدر اللي احنا ضفناه، كاستمر اتريبيوت فوت كنترول البارامتر اللي احنا حطيناه هو راح يكون الماستر. مين السليف؟ في عندي هذا عايز اضيفه على محور روتيشن على محور الواي تو فحصناه، وعايز العظمه هذه والعظمه هذه على الزد. عاود اعيد العظمه هذه اكون علامته على الاي كي انا، والعظمه هذه، وبعدين خلينا نعملها طب كل واحده لحال. نعملها دوران على ايش؟ على الزد. والثانيه اخذنا بالله هذه نعملها دوران على الزد، عظمة 6 وعندنا عظمة 4 وعندنا عظمة 8. ماشي نلقى هدول واجي اعمل ابلش تسجيل اضيفهم في البداية اسف نعلم عليها نضيف الكلام ده كله عندنا، وهي بداية التسجيل. اجي انا عايز في البداية تكون القيمة عندي سالب 10 واعمل دوران للعظمة هذه. خلينا نعمل سناب، خلينا نقول 50 او 45 اوكي، واعمل تسجيل. اعاود اوقف عملية التسجيل واجي على الدوران عندي اتأكد شغلي صح، شغلي صحيح، ارجعها لحالة الصفر واعاود اعمل تسجيل من اول وجديد. عايز تكون السيركل تبعتي 5، خلينا نكتب 5، وعايز العظمة هذه تعمل دوران وانزل. امسك السيركل عند 10، عايز العظمة هذه الاخيرة تعمل عندي دوران، يعني مش عايزها كتير دوران، حاجة زي هيك. ونسجل، نوقف عملية التسجيل ونيجي نفحص الشغل تبعنا. طيب نعيد من اول وجديد على السريع. عايز هذه تكون ايه؟ الماستر عندي اتريبيوت اتريبيوت هولدر فود كنترولر، وعايز هذه دوران على محور الواي. هذه العظمة راح اعملها دوران على محور الزد الزد، وهذه نفس الكلام دوران على محور الزد. امحي الحالات الابتدائية اللي حط لي اياها واجي اعمل تسجيل. انزل الحالة الاولانية بعدين اجي على العظمة الورانية، اسف انا القيمة 5، خليني الغي الحالة الاولانية اللي عندي. القيمة هذه انا عايزها تكون في البداية 0، بعدين اعمل تسجيل وانزل. هي عندي في البداية الحالة الابتدائية 0، بعدين انا عايز تكون عندي سالب 10 وراح اعمل دوران بزاوية خلينا نقول 45، وهي عملنا تسجيل. اطفي التسجيل، نيجي نخليها 0 وعاود ابلش عملية التسجيل. عايزها تكون هذه 5 والعظمة اللي هنا نعملها دوران خفيف ونسجل حالة جديدة. اخر حاجة راح اخلي هذه 10
وأعمل دوران هنا. طيب نعيد التسجيل كمان مرة. يبدو إنه إحنا اخترنا العظمة هذه بدل العظمة اللي هان، بالتالي طلع الشغل معنا في لخبطة. فإحنا راح نيجي نعود نعيدها، راح أجي على attribute holder food controller، وراح أجي على السليف هذا على محور الواي rotation على الواي، وهذه العظمة وهذه العظمة راح نعملها rotation على محور الزد. وراح نيجي هنبلش نسجل، ألغي الحالتين هدول وأعمل حالة جديدة. هي عملنا الحالة الأولانية، بلش عملية التسجيل، ألغي الحالة الأولانية. هنقيم عندي 10 لأن أنا عايز أضبطها شوية، خليني ألغي العملية هذه في البداية، أنا عايزها تكون 0. وهنا أعمل كرييت وأسجل الحالة الابتدائية عندي 0، أنا عايزها لما تكون عندي القيمة 10 تعمل دوران بزاوية 45 تقريبا، هي 45. هاي نحفظ التسجيل، ارجع هنا انا عايزها عند 0، هاي عند 10، لقيت نروح عند قيمة 5 ونعاود نفعل التسجيل. عايز اعمل دوران للعظمة هذه، وهي تسجيل في عنا عند قيمة 0 وعند قيمة سالب 10 وعند قيمة 5. ضايل آخر حاجة إن أنا أعلم على العظمة اللي عندي وأخليها 10، وأجي على أخنا بالله العظمة هذه ونرفعها زي هيك، ونحط آسف ونضيف التسجيل تبعنا ونوقف. طيب آخر واحدة خلينا نعيدها بس، ستيت 7 عند القيمة 10، خلينا ألغيها وأجرب أعملها كمان مرة. كرييت مود، عايز السيركت تكون عند 10، عايز أعمل دوران هنا، وهي التسجيل مزبطتش. خلينا نعمل تراجع. الحالة عندي هنا 10، هنا أنا غلطان فيها، نعمل تراجع كنترول زد زد، عايز ألغي الحالة هذه. أوكي هنا الحالة صارت عندي 5، أتأكد شوف عندي من سالب 10 كويس لصفر، ومن 0 لـ5 كويس. نيجي أعمل تسجيل، هذه خليها 5، نيجي نعمل تسجيل. أنا عايزها لما تصير 10 تعمل دوران عند العظمة هذه، وهي تسجيل. أوكي هيك إن شاء الله فيش مشاكل، هيك اشتغلت الإجر. طب خلينا عشان تغلبنا في الطريقة هذه خلينا نعمل إجر الثانية، لو عل وعسى ما نواجهش فيها مشاكل. اتأكد ان الامور شغالة فيها. الكل مرتبط، وهان في عندي دوران على محور الواي نفس الحاجة، وفي عندي عظمتين، العظمة بتهيألي هذه والعظمة هذه على محور الزد، وهذا على محور الزد. اذا عندنا العظمة هذه وهذه وهذه، هذه واي زد زد. نيجي نعمل تسجيل، هذه القيمة الابتدائية عندنا قد ايه؟ ما ضفنا لهاش اتريبيوت هولدر. خلينا نيجي انيميشن، نضيف لها اتريبيوت هولدر في البداية، اتريبيوت حرف الاي حرف الاي اتريبيوت هولدر. نيجي على انيميشن ونيجي هنسميها فود
او حرف الار رايت فوت كنترولر، ومن صفر من سالب 10 ل 10 والقيمة الابتدائية عندي صفر، هان بفحص هاي من 10 وفي سالب 10 والقيمة الابتدائية عندي صفر، نعمل له اد هي حط لنا اياه. اذا راح نيجي نسجل اعتمادا على القيمة الموجودة عندي هان. نيجي على انيميشن رياكشن مانجر، اعلم على السيركل هذه واعمل هنا شو سيلكتد بس، ونيجي نضيف انا عايزها على الاتريبيوت هولدر رايت فود كنترولر. طيب اعمل دوران العظمه هذه، انا عايزها تكون على محور الواي، وحكينا انه العظمه هذه بتهيأ لي وهذه والعظمه هذه، احفظ ارقامهم عن عندي قد ايه. انا عندي عظمه 15 و16 و17 عشان ما تلخبطش فيهم. اجي اعلم على هذه وعلى هذه على العظمتين، ونيجي نضيف روتيشن على الزد 15 16 17، ان شاء الله هلقيت بسيش معنا مشاكل. نيجي نبلش عمليه التسجيل. هاي في البدايه تنزل الحاله الاولى زي ما هي، والقيمه عندي هنا في البدايه صفر. اجي خليها سالب 10 واعمل دوران زاوية 45، وهي تسجيل الحالة الأولانية. اطفي التسجيل، اجي هنا خليها صفر وعاود افعل التسجيل. عايزها عند قيمة 5، امسك العظمة هذه واعملها دوران خفيف واعمل تسجيل. بعدين امسك العظمة هذه وعند قيمة 10 اعمل هنا دوران بهيك شكل، وهي تسجيل، وهي سكرنا العمل التسجيل. ونيجي نشوف الخصائص تبعتنا، بتهيألي المرة هذه فيش في عندنا مشاكل، خليها قيمة صفر. وهيك احنا خلصنا من تسجيل الاقدام اللي عندي، هي عند القدم هذه بقدر احركها وبقدر اعملها دوران او اعمل انحناء في القدم. ماشي، نيجي نكمل شغلنا. خلينا اظهر الجسم تبعي، وانا عايز احط العظمة المركزية اللي هي عظمة الحوض، عظمة الحوض بون. خلينا احطها هنا تقريبا، وهي نهاية العظم. انا العظمة تبعت الحوض عايزها تبين الاجنحة تبعتها، هي فرونت. الفرونت جاي عندي باتجاه الخاطئ، نيجي من النافذة هذه ونشوف. لو لاحظنا الفرونت عندي جاي بالجانب، هذا المفروض يبقى طالع من قدام، فراح اعمل له دوران. وهذا نفس الكلام، اشوف له احط له خاصيه الفرونت جاي باتجاه خطا، وانا لو حطيت له السايد برضه راح الاقي السايد الجوانب جايات بالاتجاه هذا. فانا عايز اعمل دوران للجسم تبعي. عشان اعمل له دوران راح اجي في عندي في الهيراركي هنا دونت افكت تشايلد، يعني اعمل دوران بس الابن تبعه ما يصيرش معه دوران، منفصل لحاله، دونت افكت تشايلد. وراح اجي اعمل دوران ونيك يا لوكال، هي دوران العظمة هذه بزاوية 90 درجة، واختها نفس الحاجة بزاوية 90 درجة. هيك بتهيألي الأجنحة تبعته صح. خلينا نظبط الأجنحة أو الجوانب تبعتها على حسب ما احنا عايزين. عايزهم شوية كبار من هنا، عايزهم شوية يظهروا بهيك شكل. هيك شكل. طبعا
طيب انا قبل ما اجي اكمل العظمه المركزيه، احنا في شغله صغيره نسينا نعملها، ان انا احط هيلبر يحدد لي انحناء او زاويه انحناء القدم من هنا. راح نيجي على الهيلبر دامي ونحطها من الفرونت. عايز انا نحط لي هيلبر هان، وعايز هيلبر في الاتجاه الثاني جنبها. هيت كوبي التنتين هذولا، بس عايزهم يكونوا قدام الشخصية تبعتي. ونيجي على البرسبكتيف، اربط امسك الاي كي اللي هنا، ونيجي على الخصائص تبعته، موشن بانيل، سويفل انجل اللي بتحدد زاوية الدوران تبعت القدم، راح امسكها واربطها بالهيلبر هذا. ونفس الكلام راح اكرره، سويفل انجل نربطه بالهيلبر الثاني. نيجي صار الهيلبر بتحكم لي. لو انا مسكت الهيلبر وخليته لورا حلاقي ان المفصل صار باتجاه الثاني. كنترول زد تيالي هيك كويس. اللي راح اجي اسويه كالاتي، راح اربط العظمه هذه والعظمه هذه بالعظمه بعظمه الحوض زي هيك، ماشي. بعديها راح احط هنا اي كي انيميشن، اي كي اي كي سولفر بين هادي وبين هادي، وراح احط له هيلبر. بدنا نروح على الضمي واحط له هيلبر في اتجاه هان. عايزه يجي على قده بالضبط تقريبا، اعمل له سكيل. تقريبا بهيك شكل. اوكي، راح نكمل فيه الشغل كمان شويه بعد ما نكمل فقرات عمود الظهر. خلينا نيجي نظهر الشخصيه تبعتنا ونكمل على العظام فقرات عمود الظهر. متهيألي انا راح ابلش من هان. هاي عندي في عظمه تنتين ثلاثة. هنا عظمة الظهر تيجي كبيرة، هي أربعة وهي خمسة وهي ستة. طبعا احنا بنلاحظ ان هما سبع عظمات تقريبا. في عندي هذه الأولانية، آسف، هي عندي عظمة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هذا عظمة الظهر بالضرورة تكون كبيرة، لأن عادة الظهر ما فيش فيه مفاصل زي اللي من وراء الظهر زي باقي الظهر من أسفل. طيب خلينا نيجي نخفي المجسم تبعنا مؤقتا، وعايز الفقرات تبعون الظهر أربطهم في عظمة الحوض. راح أمسك هذه وأربطها بكل بساطة، آسف، أمسكها وأربطها في عظمة الحوض. خلينا نعمل تراجع. خلينا بس أعمل شغلة صغيرة قبل، أنا عايز أتأكد برضو من اتجاه العظام اللي عندي. خلينا أجي قبل وأشوف اتجاه العظام فرونت. الاتجاه صحيح يبدو، والسايد مفيش عندي مشاكل. هنا نفس الكلام، أظهر فرونت وسايد. كرر على كل العظام اللي عندي، فرونت وصاد. يمكن انا عايز الصاد يكون شوية اكبر. مبدئيا خلينا نعطيه قيمة هيك، بعدين نعود نظبطه. اوكي، اعود انا اتاكد ان انا رابطه.
العظمة هذه، وراح اجي انا عايز اضبط عظمة الحوض، اعملها اقدر اتحكم فيها من خلال الهلبر تبعي. بكل بساطة انا راح امسك الاي كي اللي عندي هنا وراح اربطها بالهلبر. خليني نيجي نعمل دوران نشوف ايش اللي صار عندنا. صار الجسم كله بدور مع دوران العظمة المركزية. كمان الأقدام كان مفروض انهم يدوروا، بس لانه في عنده اي كي فالاي كي مسكهم، وبالتالي ظلت الأقدام موجودة مكانها وصار الانحناء للباقي. مركز الدوران عندي جاي في المنطقة هذه لما نعمل دوران الجسم، فأنا بدي إياه يجي في النص، لأن عادة المحور أو عادة عظمة الحوض بتدور من النص. راح أجي أعمل حاجة بسيطة هيك، أضيف هيلبر هنا فرونت، يبدو هذه فيها ميل، يبدو فيها ميل. خليني أنا أفصل الأيكي شوي عنها أضبطها. اجي زي هيك واعود اربطها بالاي كي، وراح اضيف هيلبر صغير هنا. عشان اتاكد انه جاي في مكانه بالضبط راح اعمل له سناب، يعني يكون بعيد، وارجع اعمل له هنا سناب للعظمه هذه. اوكي، يمكن بدي اياه يبقى شويه اصغر كمان. راح اجي اربط الهلبر هذا تبعي في الهلبر الكبير تبع عظمة الحوض هيك شكل. لما نجي اعمل دوران خلينا نجي نعمل دوران، راح نلاحظ انه الاي كي والهلبر بدوروا بالضبط في نص المكعب تبعي. راح اجي اعمل حاجة بسيطة، اعلم على العظمه هذه واقول له بوزيشن كونسترينت للهيلبر الصغير هذا ونشوف شو بصير معنا. اعلم على العظمه، انيميشن كونسترينت، بوزيشن كونسترينت تابع ل الضم اللي عندي، ونيجي نعمل دوران. طلع العظمه من وين صارت تدور؟ من مركزها من النص، لانه محصوره زي ما بدور الهيلبر تبعي، صارت مرتبطة بالاي كي اللي تحت وبالهيلبر اللي فوق وبتدور، فصارت على محور الدوران عندها المنطقة اللي في النص. طيب نيجي قبل ما نتحكم في عضلات او في المفاصل تبعت الظهر، نيجي نكمل الايدين، العظام تبعون الايدين، بعديها نرجع نحط الاي كي لمفاصل الظهر ونحط عليهم الكنترولرز تبعونا. طيب نيجي نحط الايدين، خلينا نيجي من الفرونت، خلينا ننظر الشخصية تبعتنا. طيب العظمة هذه كبيرة في البداية، خلينا نصغرها شوية. اوكي، خلينا نيجي من نافذة، بتهيألي نفذة التوب أحسن لوضع الإيدين، ونيجي على العظام هيبون. ها في عندي عظمة، وهي في هان عندي كمان عظمة، وهي النهاية. بعدها اجي انا اعمل كمان عظام اليد او عظام الاصابع، في عندي واحد ازغر من هنا، هي واحد في واحد، ونيجي هي عظمة هي العظمة الاولى، هي الثانية هان، والثالثة هان نفس الكلام.
هاي العظمة الأولى، ثانية، ثالثة، العظمة الأولى، ثانية، ثالثة، وآخر حاجة أو الأصبع الرابع. هان فقرتين بس، خلينا نيجي نظبط وضعهم أو نظبط مكان العظام. هاي راح نلاقيهم تحت إحنا. نعلم على كل العظام اللي عملناهم توا، راح نلاقيهم تحت، نرفعهم الوضعية المناسبة. ونيجي نشوف هذه، تخيل انا عايز هذا تكون، عايزه كل العظام. نرفع شوية لفوق، ونيجي من نافذة البرسبكتيف. نيجي نتأكد من وضع العظام، الأصابع اليد. طبعا عايزين نعمل دوران، فنيجي نعمل دوران لكل أصبع أو لكل فقرة لحال. طيب خلي بتهيألي هدول الأصابع عايزين يرتفعوا شوية لفوق هيك شكل، وبعدين نمسك العظمة هذه دوران، هنعمل شوية دوران. هان في عنا، في عنا أصبع ناقص، عنا فقرة ناقصة، لقيت عنا بنظبط نعاود. تهيألي فيش مشاكل تقريبا، انا شايف هذا شوية بده ينزل لتحت. طيب نمسك الاصبع هذا كله او العظام هدول، هي ديليت، وناخد نسخة تانية. نعلم على هذا الفقرة هذه وهذه 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 السلسلة كلها، ونعمل شيفت نسخة ثانية منها كوبي، وعمل دوران. حاول نحطها محل. تخيل بدأ شوية تظبيط، انيميشن بون تول. من التوب هذه، اسف، من التوب هذه عايزة شوية نطولها. نعمل دوران الاصبع هذا. واو، طيب ناشيات. احنا جايين على جيمبل بس، هنا كنترول زد. طيب المشكلة تبعتنا جاي، خلينا على لوكال. ماشي خلاص، بديش اياه، علم عليها كرييت اند، حط لي واحدة بدل. هي اللي هذا عايزين نقصرها شوية زي هيك. اوكي كل العظام اللي عندي انا، قبل ما ابلش خليني اطلع الفرونت
واتأكد ان الاتجاه تبعهم صحيح. فرونت واضح انه الاتجاه تبعهم، انا عايز الفرونت على الشقة التانية يطلع حان الفرونت. هعلم عليها العظام الذراع ونعمل له دوران. نيجي على الخصائص تبعتي هنا افكت دونت افكت تشايلد، ونيجي نعمل دوران. اوكي راح امسك كل واحدة لحالها واعملها دوران بزاوية 180 درجة. تأكد برضو الأصابع، أنا عايز الفرونت يكون لتحت عندهم. فرونت يبدو إنه كل الأصابع عايزين نعملهم دوران. تأكد بس هنا عندهم الفرونت. خلينا نعمل دوران لكل الأصابع اللي عندنا. طيب راح نيجي على don't affect child وامسك كل فقرة ودوران عندنا local زاوية 90 درجة. هاي 90 وهي دي كمان زاوية 90. راح نكرر على كل فقرات الأصابع اللي عندنا. تخيل أنا لو علمتها كل الثلاثة أو على السلسلة كلها يمكن راح أواجه مشكلة صغيرة في إزاحة للعظام. خلينا نجرب 90. فيش مشاكل عندي، لا طلعت هان شايفين ها في عندي مشكلة خفيفة. خلينا نعملها كل عظمة لحال. هاي 90 هاي هادي عايزينها 90. نفس الكلام 90 90. هي لهذا عايزين نعمل له هذا وهذا. نيجي نطلع من الخصائص تبعتهم سايد، عايز قيمة صغيرة نفس الكلام. خلينا نقول كله 0.3. وطلعها هان نفس الحاجة 0.3 هذه 0.3.
اخر عظمه او بوينت 3 بتهيألي احنا هذا اتجاهها خاطئ. don't affect child وعملها دوران 180. اوكي بس ضايل اخر فقرتين هدول رح نيجي هنا او بوينت 3 والفقره هذه اوكي. راح اربط العظام اللي عندي كلهم على عظام الاصابع وراح اربطهم بالفقره الجايه في الايد هذه. اذا بصير انا لو عايز اعمل دوران بحرك الاصابع بهيك شكل. ضايل انا عايز احط في الفرونت هنا عظمه راح اجيب بون من هنا وانا عايز اذا ارفع العظم هذا عشان انا راح اجيب عظمه زي هان جايه. وبعدين هان في عندي عايز اعمل شويه تعديل بون تول شويه. هان في عندي مسافه عايز الايد ترجع لورا زي هيك ونحط عظمه. هاي في عندي بون وعايزها تيجي من هنا خلينا نقول من هنا لهنا. نيجي على السايز اول شيء نغير فيه 4x4 وهي النهاية. النهاية هذه انا عايز الغيها وعايز اربط هذه في هذه بس خلينا نتأكد انه العظمة هذه مكانها صح. يبدو ان عندناش مشاكل فيها. خليني اجي اقول انه العظمة هذه هي ابوها وهذه عبارة عن بنت لعظمة الظهر الورا. نخفي المجسم تبعنا وشوف شو انا عايز اعمل. عايز احط اي كي هنا هي انيميشن اي كي سولفر مع هذه. كمان يمكن انا عايز اقسم العظمه هذه عظمتين. خلينا نيجي من نفس التوب راح اجي على انيميشن بون تول ريفاين. العظمه هذه انا عايزها تكون تنتين. طيب نيجي لو نيجي نحرك الاي كي تبعتي اجي حرك الاي كي بتعمل دوران. هان في عندي مشكله هان طالعه. بعدين الاي كي انا مش عايزها تكون هان عايزها الكونتور تبعها يكون هنا. خليني اجي على don't affect child اوكي هيك شكل. بس الدوران اللي هنا العظمه هذه مش مظبوط. انا عايزها تكون هذه عباره عن عظمه واحده. انا هان ما فيش عندي دوران. هعلم عليها واجعل الخصائص تبعتي في خصائص الاي كي تبعتي. هات نشوف لو احنا لغينا الدوران على محور الزد الها راحت المشكله. يعني مش راح يتاثر هذا بالاي كي بالدوران على المحور الزد. طيب عايز احط هنا هيلبر وينك هيلبر هي ضمي. هيك شكل خلينا نعمل له سناب اوكي. راح نجيب الهيلبر تبعنا واربط الاي كي فيه. اذا هاي الاي كي ربطناها في الهيلبر. نيجي نحرك الهيلبر راح نلاحظ انه الايد هذه بتعمل دوران تلقائي لإلها. الكف عمل دوران تلقائي مع حركة الايد. انا عايز افصل حركة الكف تماما عن حركة الذراع. راح اجي اعمل سيركل هنا
راح نيجي على السيركل، اوكي خلينا نشوف انه نفذت فرونت، هاي سيركل اوكي اعملها سناب برضو. عايزة شوية تكون اصغر واعملها دوراني بزاوية 90 درجة، تالي هيك وضعها مناسب. كبرها شوية صغيرة هيك شكل اوكي. انا رح اجي عايز الدوران تبع الكف يكون من خلال دوران السيركل هذا، علم على السيركل وعملها دوران، من خلال دوران السيركل انا عايز الكف يعمل يصير له دوران. ايش راح اعمل؟ راح اعلم على الكف، على الذراع تبعت الكف هذه الاساسيه واعملها كونسترينت اورينتيشن كونسترينت للسيركل تبعتي. طبعا انا راح اجي واحط الصح اللي دائما بنحطه كيب انيشال اوفست، ويصير عندي الحاله زي هيك. انا عايز اعمل دوران صورة منفصلة عن حركة الإيد. طيب تعال حرك البوكس وحرك الهيلبر اللي عندنا. لاحظ إنه الإيد بطلت تلف زي ما توا كانت مع حركة الذراع، الكف بطل يلف. بس أنا عايز ضايل إني أنا أربط السيركل بالهيلبر تبعي، يصير عندي الشكل كالآتي. بقدر أحرك الإيد الذراع والكف، بقدر اعمل له دوران بالصوره اللي انا عايزها. هنا راح نحط اي كي انيميشن، اي كي سولفر بنحطه هنا، وراح احط له هيلبر خاصه فيه فوق. كمان انا اخر حاجة عايز احطها او من الذراع، عايز اعمل نسخة من هان كوبي، خلينا اعملها سناب الاين للعظم هذه، اوكي ارجعها لورا تقريبا بهيك شكل، واعمل سويفل انجل اللي هي الاي كي اللي هان، اروح اسوي الانجل واربطها هان. اوكي لقيت، نيجي نحرك هذا الذراع بصير في عندي دوران لو انا عايز. لو حركنا المفصل بصير اقدر احرك بشكل واضح. نيجي نعمل نسخة للذراع اللي عندي هذه، نعمل حفظ فايل سيف كوبي از، ونشوف ايش راح يصير معنا اذا عملنا نسخة من الشغل هذا. نيجي نعمل نسخة او نسخ للذراع اللي عندي، هنا فيو، ونيجي نعمل ميرور، نعمل اوفست تقريبا بهيك شكل، ونعمل اوكي. عايز اظهر الجسم تبعي واتاكد انه المسافه بالضبط فيش فيها مشاكل عندي. اعلم على المنطقه هذه كلها واتاكد ان فيش عندي مشاكل. تخيل هذا لازم يرجع لورا شوية صغيرة، بهيك شكل اوكي. من الأصابع ركبت فيش فيهم مشاكل، نيجي نتأكد، نحرك الإيد مش عندي مشاكل، عمل تراجع
وعايز العظمة هذه تكون مرتبطة بعظمة السدر أو عظمة الظهر، فهذه مرتبطة فيه. نيجي نعمل فقرات الظهر، خلينا ناخذ الجيومتري ونيجي نعمل فقرات الظهر اللي عندي. كل فقرة رح عملها اي كي خاصة فيها، كل فقرة رح عملها اي كي خاصة فيها. فهنعلم على هذه انيميشن اي كي، اي كي سولفر مع هذه انيميشن اي كي عايز على كل فقرة يكون في عندي اي كي هان انيميشن، لان انا عايز اتحكم في كل فقرة من فقرات الظهر. اوكي خلينا نكتفي باللي شرحناه الجيت، والمحاضرة الجاية ان شاء الله بنكمل التحكم في فقرات الظهر ومنطقة الصدر. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.